Efendim Amerika'nın hoşuna gitmez. Bana ne Amerika'dan? Bana ne Amerika'dan? Hemen size şunu söyleyeyim ki işte aramızdaki fark bu. Bizim gerçekleştirdiğimiz şeyleri siz hayal bile edemiyorsunuz. Erbakan, abkari siyaseti Türkiye ve eşhar men tahadda kavaid al-almaniyeti al-kemaliyeti al-muteşeddide. وعد بإنشاء مطار في كل ولاية وبناء جسور عملاقة تختصر المسافات وجلب قطارات سريعة تقلص زمن الرحلات. قال إن إنشاء طرق مزدوجة وواسعة أمر ممكن، نعته خصومه بالحالم والواهم، سخروا من مشروعاته وقالوا إنها ضرب من الخيال، وما هي إلا سنوات قليلة حتى أثبت تلميذه أردوغان أن كل المشروعات التي أطلقها معلمه في السياسة يمكن تحقيقها على أرض الواقع. نحدثكم عن أحد أبرز سياسي تركيا في القرن العشرين وأبرز من واجه الانقلابات العسكرية. ولد إربكان لأسرة تولي العلم اهتماماً كبيراً في 29 من أكتوبر تشرين الأول من عام 1926 في ولاية سينوب التركية على امتداد ساحل البحر الأسود. والده محمد صبري إربكان سليل أسرة سلجوقية حكمت منطقتي كوزان وسيمبيلي في أضنة سنوات طويلة. والدته كامير ابنة إحدى أعرق الأسر في ولاية سينوب. عاش إربكان طفولته متنقلاً بين الولايات التركية المختلفة إلى أن استقر به المقام عندما تقاعد والده في حي فاتح بإسطنبول، حيث درس في ثانوية إسطنبول للبنين ذائعة الصيت منهياً المراحل التعليمية الثلاثة الأولى بتفوق. في ذلك الوقت وعلى الرغم من أن وزارة التعليم التركية كانت تمنح الطلاب الذين حققوا المراكز الأولى في التعليم الثانوي دخول الجامعات من دون اجتياز امتحان القبول، فإن إربكان رفض الأمر وأصر على التقدم للامتحانات، فوجد لنفسه مقعداً في الهندسة الميكانيكية بجامعة إسطنبول التقنية. أظهر إربكان خلال دراسته الجامعية تفوقاً قل نظيره، ويقال إنه ما من طالب حتى اللحظة في تاريخ الجامعة نجح في تحقيق الدرجات التي نالها إربكان، وهو ما دفع إدارة الجامعة آنذاك إلى إرساله في بعثة علمية إلى جامعة آخن الألمانية، حيث حصل على الدكتوراه في هندسة المحركات بعد أن بحث في أطروحته آلية حرق أقل للوقود المستهلك، وأحدث لاحقاً صداً واسعاً لدى الأوساط العلمية الألمانية. عمل إربكان في ألمانيا رئيساً لمهندسي الأبحاث في مصانع محركات دويتس الشهيرة، وتوصل إلى ابتكارات جديدة ساهمت في تطوير صناعات محركات الدبابات التي تعمل بكل أنواع الوقود، وهو ما مكنه من معاينة قوة بلد خرج لتوه من الحرب العالمية الثانية ونجح في تحقيق نهضة صناعية كبرى. متعجباً ما الذي يمنع تركيا من أن تحقق نجاحاً صناعياً واقتصادياً على غرار ألمانيا. بداية المشوار الصناعي في عام 1953 عاد إربكان إلى إسطنبول وحصل على درجة الأستاذ المشارك، وبعد 3 سنوات فقط وضع حجر الأساس لشركة كوموش موتورز مع نحو 200 من رجال الأعمال لتكون بذلك أول شركة محلية لصناعة المحركات. كان لها دور كبير في تحقيق إيرادات عالية لتركيا. لم ينتهي الأمر هنا، فخلال حضوره لمؤتمر صناعي لشركة جموش في العاصمة أنقرة، يفاجئ إربكان الحاضرين من رجال أعمال ومسؤولين سياسيين بإعلانه فكرة كانت أشبه بثورة صناعية، الهدف القادم لتركيا صناعة سيارات محلية. الفكرة لاقت استحسان النظام العسكري الحاكم آنذاك، وما هي إلا 3 أشهر حتى بدأت الخطوات الفعلية نحو التصنيع لتنتج تركيا عام 1961 أول سيارة محلية الصنع حملت اسم سيارة الثورة. demişim ki bakınız bizim hedefimiz Türkiye'de 100 bin motor yapan fabrika kurmaktır. Biz Türkiye'de aynı zamanda uçak yapacağız, tank yapacağız. Ve biz bu 100 bin yapan motoru da kurduk. Sizin havsalarınıza Türkiye'de 100 bin motor yapılması sığmıyor. Halbuki biz bunu yapıyoruz. Türkiye'de kaç yüz bin motor yapılıyor? Türkiye bugün 250 bin otomobil yapıyor.
تيقن إربكان من أن نهوض تركيا لن يكون إلا صناعياً. علم أن العائق الوحيد للنهضة هو اتحاد الغرف والصناعات، فسارع إلى دخول الاتحاد عضواً، وفي عام 1966 أصبح رئيساً له. حاول خلال قيادته للاتحاد انتهاج سياسة مغايرة لسياسة كل من سبقوه، فمنع احتكار الولايات الكبرى مثل اسطنبول وإزمير وأنقرة للقروض التي يوزعها الاتحاد، وأمر بتخصيص جزء كبير منها للولايات الداخلية في منطقة الأناضول، وهو ما أكسبه ثقة تجار الولايات الصغرى، لكنه في المقابل قضم ضاجع الكثيرين في الولايات الكبرى، وهو ما دفع الرئيس آنذاك سليمان ديميرل إلى إصدار قرار بعدم شرعية انتخابات الاتحاد. لم يأبه إربكان بالقرار وأعلن رفضه مغادرة مكتبه، لكن الشرطة وبأمر من والي أنقرة اقتحمت مكتبه وأجبرته على الخروج بالقوة. فهل اعترف إربكان بالهزيمة؟ كلا، بل قرر المواجهة من الميدان الذي هوجم منه، ميدان السياسة. دخل إربكان البرلمان في انتخابات عام 1969 مرشحا مستقلا عن ولاية قونيا، وفي 24 من يناير كانون الثاني عام 1970 أسس حزب النظام الوطني. شعار الحزب إصبع الشهادة، ترمز إلى الحق وأن الله واحد. ولم يمض إلا عام واحد فقط حتى أصدر الجيش مذكرة تنص على إغلاق الحزب بدعوى قيادة أعمال تتنافى والقيم العلمانية. في 11 من أكتوبر تشرين الأول عام 1972 يعلن إربكان ولادة حزب السلامة الوطني. شعار الحزب هذه المرة المفتاح، وبالفعل كان الحزب بمنزلة مفتاح تمكن به من دخول البرلمان ب51 مقعداً. ولأول مرة في تاريخ تركيا المعاصر يقف حزبان لهما رؤيتان متناقضتان تماماً جنباً إلى جنب. حزب الشعب الجمهوري العلماني يتحالف مع حزب السلامة الوطني الإسلامي، ويصبح إربكان نائباً لرئيس الوزراء بولانت أجاويد. مع تكوين حكومة ائتلافية تقدم إربكان بقائمة طلبات إلى بولانت أجاويد، تضمنت بنوداً تنم عن توجه الحزب الإسلامي، في مقدمتها إدخال درس الأخلاق المناهج التركية، إعادة فتح مدارس الآئمة والخطباء، السماح لخريجي مدارس الآئمة والخطباء بدخول الجامعات، إنشاء وزارة للصناعة، وإصدار قانون التحفيز الصناعي. Şimdi geliyorum Sayın Ecevit'in konuşmasında son olarak işaret ettikleri noktaya. Hayalciliğimizden bahsettiler. Teşekkür ederim, çünkü hayal çok kıymetli bir şey. Bir şeyi hayal etmeden hiçbir şey yapılamaz. Bunu ben çok kıymetli bir meziyet olarak biliyorum. Esasen kendileri de şair oldukları için zaten hayalle iç içedirler. في سبتمبر أيلول عام 1980 وبعد إعلان إسرائيل القدس عاصمة لها، نظم إربكان حشداً جماهيرياً في قونيا تحت اسم إنقاذ القدس. المحتشدون توافدوا بالآلاف مرتدين ملابس تظهر انتماءهم الإسلامي، رافعين شعار الشريعة حقنا وسنحققها مهما كان الثمن. المظاهر التي بدت في التجمع أثارت غضب العسكر، ومهدت لما يعرف بانقلاب 12 من سبتمبر أيلول عام 1980 الذي أغلق حزب السلامة الوطني وسجن إربكان لأول مرة مدة 9 أشهر، ومنعه من مزاولة السياسة 7 أعوام. الطريقة التقليدية. يطلب إربكان بسبب حظره السياسي في يونيو حزيران عام 1983 من صديقه أحمد تكدال تأسيس حزب الرفاه، الذي تولى رئاسته عام 1987 فور انتهاء حظره السياسي. وفي عام 1994 يحقق الرفاه فوزاً ساحقاً في انتخابات البلديات التي تولى على إثرها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان رئاسة بلدية اسطنبول. أثار ذلك مخاوف العلمانيين وقلقهم من سيطرة الفكر الإسلامي مجدداً على الحكم، على الرغم من اقتصار صلاحيات البلدية على القضايا الخدمية فقط. Ama biz şimdi burada bir belediye başkanlığına geliyoruz. Ve Refah Partisi bu yasalar içerisinde kurulmuş bir siyasi partidir.
Dolayısıyla belediyecilik noktasında ne yapmamız gerekir? Bizim bunu tartışmamız gerekiyor. Fakat nedense bir kısım medya bu işi alıyor ve halkımızı haklı bir korkuya mahkum ediyor. إربكان الذي طرد مكرها من اتحاد غرف وصناعات تركيا وعاش انقلابين عسكريين ومنع من مزاولة السياسة أكثر من مرة وأغلقت أحزابه مرات عدة يفوز في انتخابات عام 1995 ويدخل المجلس الوزاري لكن ليس نائبا هذه المرة بل رئيسا للوزراء خلال رئاسة المجلس حقق إربكان نجاحاً ملحوظاً لاقى استحسان الشعب لكن سيناريو الانقلاب لن يدعه وشأنه في هذه المرة أيضاً حسن ميزارجي نائب في البرلمان عن حزب الرفاه يلقي خطاباً يثير نقمة العسكر ويساعدهم على حشد الرأي العام ضد حزب إربكان ben konuşmalarımda diyorum ki Mustafa Kemal filan diyorum dikkatlerini çekmiş bazı basın mensuplarının Efendim sen hep Mustafa Kemal diyorsun. Neden Atatürk demiyorsun diyorlar. Ben dedim ki bu en büyük yalandır. Bu en büyük yalandır. Çünkü Atatürk demek Türk'ün atası demektir. Bu milletin atası mı Mustafa Kemal? لم ينتهي الأمر هنا. يزداد الأمر سوءا بتصريحات أتت هذه المرة من شوقي يلماز النائب في البرلمان عن ولاية ريزا انتقد فيها العلمانية انتقادا شرسا ونعت فيها الكمالية بالشيطنة كلمات أغضبت الشعب من حزب الرفاه ووضعت إربكان في مازق لم يكن الخروج منه بالأمر السهل وتسببت بمظاهرات عمت مناطق مختلفة من البلاد مع اتساع رقعة التظاهرات انتشرت الدبابات في شوارع أنقرة في خطوة بدت كأنها إنذار لحكومة إربكان يعقد اجتماع أمني طارئ يعلن فيه إربكان رفضه تصريحات النواب محاولات لم تجد نفعا لدى المتربصين فيصدر بيان يرفض إربكان التوقيع فيه في البداية فيوزع على وسائل الإعلام متضمنا الخطوات الآتية الحفاظ على الهوية العلمانية لتركيا إدراج المدارس ومعاهد تحفيظ القرآن في وزارة التربية إغلاق المعاهد والدور التابعة لجماعات دينية الجيش يتجاهل إربكان انقلاب ما بعد الحداثة يلوح في الأفق السيناريو المعتاد يعود المحكمة الدستورية العليا تقر إغلاق حزب الرفاه وإربكان ممنوع من مزاولة السياسة 5 سنوات Bu alınmış olan karar tarihin akışı içerisinde basit bir noktadır. Böyle bir kararın yürürlüğe girmesiyle Türkiye'de halkımızın muazzam bir bölümünün partisi olan Refah Partisi ve onun davası bu kararlardan zerre kadar etkilenmez. Hizbul Fadila, Hizbu Erbakan el-Jadid ba'da ighlaqi Hizb er-Refah, yughlaq aydan fi 2001. فيؤسس بعد شهر واحد فقط حزب السعادة لكن الحزب هذه المرة لن يكون كسابقيه فأصوات محدثة سئمت من فتح الأحزاب وإغلاقها وقررت الانفصال مع الاحتفاظ بالتوجه نفسه معلنة ولادة حزب جديد حزب العدالة والتنمية حقق إربكان خلال مسيرته السياسية نهضة اقتصادية كبيرة لتركيا فبينما كانت بلاده تعاني أزمات اقتصادية ضرب إربكان بسياسات صندوق النقد الدولي عرض الحائط بعد أن آمن أن الخلاص بالنمو والإنتاج فقط فقرر عام 1996 إنشاء ما يسمى بنظام الحوض الذي يتوخى خفض الفوائد وحفظ أموال المؤسسات العامة في مصارف الدولة بدلاً من المصارف الخاصة هذه الخطوة وفرت لتركيا 10 مليارات دولار بعد أن كانت عاجزة في السابق عن سداد ديون الفوائد Şimdi bak ben havuz sistemini kurdum ya havuz sistemi bir takım rantiyecilerin içine gelmedi niye? Adam %140'la alıp %150 faize verirken bu yağlı kazancı kaybetti الرؤى السياسية حرص إربكان على تطوير العلاقات مع العالم العربي وسعى لإنشاء اتحاد إسلامي على غرار الاتحاد الأوروبي فأعلن تأسيس مجموعة الدول الثماني
بعد أن ضم إلى جانب تركيا كل من إيران وباكستان وإندونيسيا ومصر ونيجيريا وبنغلاديش وماليزيا. في 27 فبراير شباط عام 2011 توفي إربكان عن عمر ناهز 85 عاماً بعد صراع طويل مع مرض في القلب، وشيع جثمانه في جنازة كبيرة حضرها العشرات من السياسيين ومسؤولي الدولة والآلاف من طلابه ومحبيه من الشعب. بهار olmasa ama her bahar bir tek çiçekle başlar.